تفوت عليهم. وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن ترحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك. في البداية أتقدم بجميل العزاء وكل عبارات المواساة والتضامن مع عائلة الضحايا وذويهم الذين عانوا من جراء اختفاء فلذات أكبادهم لعدة سنوات أو من جراء غياب مكان الدفن للترحم على أرواحهم رغم علمهم بوفاتهم. السيدات والسادة الحاضرين معنا ونحن نقف اليوم في هذا المكان نستحضر روح الضحايا الذين توفوا إما رميا بالرصاص أو من جراء الاختناق، نعيد لهم الاعتبار بوصفهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة ونمنحهم مكانا معنويا وماديا في ذاكرتنا وعلى أرض الوطن وفي تاريخ الوطن. اليوم وبعد كل هذه السنين والشهور والأيام ها نحن نقف على بضع خطوات من مكان الذي أرادوا أن تقبر فيه الحقيقة لنحيي ذكراهم ولنقول لهم أننا سنجعل من مكان دفنهم مزاراً ومحجاً لكل الضحايا ولكل الحقوقيين الذين ساندونا وفضاءً للذاكرة لفضح ما جرى وحتى لا يتكرر ما جرى. بهذه المناسبة، المناسبة هي افتتاح الرسمي لهذه المقبرة. افتتاح هذا الفضاء سيكون أيضاً مناسبة لاستحضار ما تم الوقوف عليه أثناء استخراج وفاة ضحايا هذه الأحداث من نقص فظيع في عدد خبراء الطب الشرعي ومن خصاص في تجهيزات المختبرات الجينية الوطنية. ويعلن المجلس اليوم وبمناسبة هذا الافتتاح الرسمي للمقبرة أنه سيتم توقيع اتفاقية بين المجلس وجمعية الأطباء الشرعيين بالمغرب لتعزيز دورهم ومكانتهم في ضمان المحاكمة العادلة والوصول إلى الحقيقة. أيها الحضور الكريم، بفضل إصراركم وبفضل إصرار كل غيورين على معرفة حقيقة ما جرى، ها نحن جميعا نقف شهودا على تحويل هذا المكان الذي ظل لسنين طي الكتمان والصمت والنسيان إلى فضاء تحفظ به الذاكرة ومكان فعال سيتبوأ الصدارة بحفظ الذاكرة وآلية هامة من آليات عدم التكرار. رحم الله الجميع والسلام عليكم. مادة استفاقية.